هل عاد أفاعي جروب الفنطاس يطلون برؤوسهم من جديد؟ في إبريل من العام 2015 استقبل الكويتيون على هواتفهم النقالة رسالة من تطبيق الواتساب تتحدث عن مؤامرة تحاك على الدولة لقلب نظام الحكم والقضاء. تلك الرسالة وغيرها من الرسائل التي تحمل أخبارا كاذبة واتهامات وفبركات تقف وراءها مجموعة عرفت باسم جروب الفنطاس. القضية بدأت بعد ضبط أحد المحامين خلال مشاركته في مسيرة غير مرخصة، وتم اكتشاف كم من هائل من المعلومات المهمة خلال التحقيق معه، بما في ذلك معلومات كانت مخزنة في هاتفه تتعلق بالخلية ونشاطها وأعضائها. ومن خلال التحقيقات اتضح أن جروب الفنطاس كان يقف على رأسه 7 أشخاص، هم محامو أحمد الفهد العتيقي والحجرف وأخوه عذب الفهد وخليفة العلي، بالإضافة لآخرين. وقد قاموا بفبركة فيديو لأحد القضاة بزعم أنه يتلقى أموالا من مسؤول، ناهيك عن نشر الكثير من الأخبار الكاذبة والإساءة إلى القضاء والسب والقذف والمساس بالذات الأميرية. وقد صدرت بحق المتهمين بقضية جروب الفنطاس أحكام مختلفة بتهم الإذاعة عمدا في الخارج لأخبار وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع الداخلية للبلاد والإخلال بوسيلة من وسائل العلانية بالاحترام الواجب للقضاة والتطاول على مسند الإمارة والتحريض على زعزعة الاستقرار الداخلي وبث الإشاعة والتدخل في سير القضاء. ولسنا هنا في معرض اجترار التاريخ، لكن حين نستشعر أن هذا التاريخ يعيد نفسه اليوم وتعود أفاعل جروب لتطل برأسها من جديد لتخريب الحياة السياسية في الكويت، لهو أمر لا يمكن السكوت عنه. أحمد الفهد راعي الجروب والمكنى زورا وبهتانا راعي الحرشة، ومعه خليفة العلي وبمطايا ووجوه جديدة أعماها حقدها ورغبتها بالثأر لذواتهم وطمعا في تحقيق مصالحهم الخاصة، عاد من جديد يريد أن يعيد تاريخه الأسود وممارسة أدوار التخريب التي يجيدها ليزرع الفتنة داخل الكويت، أملا في أن يجد له شرعية وطنية تعيده إلى دائرة الحكم والمناصب التي طرد منها لممارساته المشبوهة. أحمد الفهد وشركاؤه ظنوا أن الناس قد نسيت تاريخهم الأسود وفعالهم المشينة، ولكنهم يجهلون أن ذاكرة الشعوب قوية وأن من فضح مؤامراتهم بالأمس قادر على أن يكشف خباياهم اليوم، وإن غدا لناظره قريب والجواب ما سيرون وليس ما يسمعون.